انت قلتي صيام متقطع، يعني كم مرة في الأسبوع؟ طيب خلينا نتكلم عنه بالتفصيل اكتر. الصيام المتقطع مبدئيا هنقول ان هو احنا ان شاء الله يعني كل سنه طيبين داخلين على رمضان، فهو تمرين بدايه لرمضان، هو صوم وتصح، هو نفس الكونسبت بالظبط. انا هصوم ستارتنج من 14 ل 16 ساعه. هل هصوم تماما زي رمضان عن كل شيء؟ لا لا، ال 16 ساعه اللي هم داخل منهم ساعات النوم طبعا عشان ما احسش بالتعب، واللي قاعد في البيت بينام وقت طويل فهيعدي وقت طويل في ساعات النوم. وميزتهم ان انت تختار اي 16 ساعه يا عمرو في اليوم انتوا محتاجينهم. ايه اللي مسموح لكم في ال 16 ساعه؟ اي مشروبات عديمه السعرات، يعني الميه نشرب زي ما احنا عايزين، نعمل ميه ديتوكس اللي هي بالليمون اللي احنا لسه هنتكلم ان بس احنا ثقافتنا ما تنفعش. يا صايمين يا مش اصل طول ما احنا صايمين ومش صايمين. انت مشكلتك ايه يا عمرو في الصيام في رمضان لما بتنزل الشغل؟ مش القهوه اللي بتفوقك والميه عشان عطشان؟ ده مسموح لك في ال 16 ساعه اللي هم هتبقى نايم منهم اتليست 8 ساعات، فعندك ال 8 ساعات التانيين اختارهم وانت شغال في شغل مشغول او انت قاعد في البيت، خدوا فيهم السوائل اللي هي ما فيهاش ولا لبن ولا سكريات، شاي، قهوه، ينسون، الحاجات السخنه الدافيه، الجنزبيل اللي هنقول دلوقتي، والليمون اللي هو بيعلي المناعه واحنا محتاجينه عشان نعلي المناعه بتاعتنا عشان فيروس الكورونا، والميه، كل ده احنا عايزينه في ال 16 ساعه فقط لا غير.